أيام معدودات وتنصب خيام في مواقع بر فيه نزهة وهدوء لهواة التخييم في الصحراء، وعلى الضفة الأخرى مقترحات تنتظر قرارا من المجلس البلدي وجهات حكومية للحفاظ على البيئة في موسم التخييم. التباحث في أفضل سبل النهوض في البيئة في دولة الكويت بدعوة كريمة من معالي رئيس المجلس، وكذلك دعوة كريمة من المهندسة مها البغلي رئيسة لجنة البيئة في المجلس البلدي. التحاور اليوم كان عن كيفية النهوض بالشكل البيئي بشكل كامل، والتركيز على موسم التخييم الربيعي القادم، والذي من الممكن أن نصل فيه إلى موسم تخييم بيئي متطور نحافظ فيه على البيئة ونخرج فيه بأفضل أو أمثل السبل للمحافظة على البيئة بعد انتهاء هذا الموسم. تحديد مواقع وتشديد مخالفات لمخيمات غير مرخصة والمضي قدما نحو تكثيف الجولات توصيات خرجت بها لجنة البيئة. كان معنا من الجهات اللي دعيناها معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، الإدارة العامة للإطفاء، شرطة البيئة، وجمعية أصدقاء النخلة من مؤسسات المجتمع المدني. سمعنا من كل الجهات المعنية شنو دورهم في حق موسم المخيمات، وشنو الملاحظات، شنو المعوقات، وشلون نقدر نتعاون فيما بيننا لحل هذه المشاكل. موسم يتسابق فيه رواد البر بحجز مواقعهم، ووزارات ومؤسسات دولة تضع خارطة طريق لشهور أربع فيها من الإجراءات ونظم بلوائح للحفاظ على البيئة لتكون نظاما يطبق وقانونا ينفذ. أحمد المسعودي، للتلفزيون المجلس.